السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبابنا وأخوتنا اللي راهم يتبعوا فينا. معكم أخوكم حسين. وعدتكم المرة اللي فاتت باش ندير لكم فيديو تاع ميلونج بور لو كاناري فريزي إلي بوستيش. دونك راني وجدت الطابلو على لافونس باش الفيديو ما يجيش ما نضلش نكتب هكا باش الفيديو يجي شويه خفيف ظريف والناس كامل يتبعوه، ما ماشي كوتيتي كبيره، ما يديش مساحه كبيره. دونك هذه خلطه تاع الكناري بوستيش اي لي كناري فريزي. نبدو على بركه الله. بون، هذا الطابلو نيميرو 5، ميلونج بور كناري فريزي اي لي بوستيش. دونك نبدو اولا البيست 4 كيلو اللي هي باللغه العربيه البراقه او بذور الكناري. ثانيا مي بلون 2 كيلو باللغه العربيه، بحثت عليه في الدخن الابيض باللغه العربيه، شفتو درت تراديكسيون في جوجل عطاني الدخن الابيض. ثالثا لا شينفي لي غران شنفي، القنب باللغه العربيه نصف رطل، دمي كيلو، نصف كيلو، نصف كيلوغرام. لي شنفي سي دمي كيلو. رابعا بودور نافيت افيك ان او ايسي نافيت، ولا في الكتاب عندي انا مكتوبه نافيت، اللي بحثت عليها في جوجل الشرح تاعها عطاني اسمه البذور المكوك. واذا درنا نافي افيك او تي على فان اللي هي اللفت، كي بحثت عليهم عطوني لا ميم شوز. دونك بذور لي غران نافيت و لي غران نافي رطل او دمي كيلو اللي هي بذور اللفت. خامسا لي غران كولزا دمي كيلو اللي هي نصف كيلو غرام باللغه العربيه، بحثت عليها في الانترنت كولزا. دونك عطاتني بذور الاغتصاب، اسمها بذور الاغتصاب باللغه الفرنسيه سي لي غران كولزا. سادسا لي غران لا اللي هي بذور الكتان ربع كيلوغرام، واحد فوالا ان كار ربع. سابعا لي غران غريو دافون اللي هي بذور الشوفان، ثاني ربع ان كار. اي ثامنا لي غران دو سالاد اللي هي بذور الخس، منها الابيض والاسود. دونك بيناتهم دير ان كار اللي هو ربع. فيها هاد الخلطه فيها 8 بذور، هادي اللي عندها اللي كاناري فريزي يعطي هاد البذور اللي تحتوي، هاد الخلطه تحتوي على 8 بذور اللي هي 4 كيلوغرام من بذور البراقه، 4 كيلو غرام دي غران دالبيست، مي بلون اللي هي بذور الدخن الابيض 2 كيلو، لا شينفي دمي كيلو، نافيت و نافي دمي كيلو، غران دو كولزا دمي كيلو، اي غران دو لان ان كار، اي غران دافوان ان كار، اي غران دو سالاد اللي هي بذور الخس الابيض والاسود ان كار. راني درتها وجدت هكا باش تجي خفيف، باسكو حبيت ان باش ان ان الفيديو يجي خفيف ونربح الوقت تاع ما نضلش نكتب ونعاود. سي بون، هذه هي لا لوسون نيميرو 5، الخلطه طابلون نيميرو 5، هذه الخلطه رقم 5 فوالا يا ليلى، خلطه رقم 5 فوالا. لو ميلونج نيميرو 5 بور لي كاناري فريزي لي بوستيش. دونك البيس مي بلون شينفي نافيت و نافي كولزا لان اي غريو دافوان اي غران دو سالاد اللي هي بذور الخس الشوفان كتان اغتصاب المكوك او اللفت.
القنب والدخان الدخن الأبيض والبراقة أو بذور الكناري، هذه اللي عنده لي فريزي ولا اللي عنده الكلوستر ولا اللي عنده يوكشير ولا اللي عنده لونكاشير، هذو كل أنواع، كل بوسي بيرج وهذو الأنواع، لي كناري فريزي دو نور دو سود، لي فريزي دو هولنداي باريزيان، هادو البذور هادي مليحة، هادي سي اتيدي، هادي مدروسة، 4 كيلوغرام، 2 كيلوغرام، نصف كيلو، وهذه هي كما راكم من بعد ديروا الفيديو ديروا بوز ونوتوا هادو ماركوهم خلوهم عندكم، احبابكم ولا واحد يكون خاصه خلطه يقدر يديرها وما يكثرش، باسكو البذور بزاف كي دير البذور بزاف كان يقول لك مليحه طوير ياكل كاع الانواع، مي من الطبيعه طوير كي يحب حاجه بزاف نوع من البذور يحبها وياكلها بزاف هي اللي تاثر عليه، على دليل هذا الالبيس هو الكونتيتي كبيره البيس. انا بكري ما كنت انا ربي المقني، كان عندي المقني ما كنتش نعطيه كاع هادو لي غرا هادو ميلونج، كنت نعطيه ماجوار ماكليه تاع براقه ونعطيه ماكليه ندير فيها شويه ولا هادوك لي غودي ندير له لي ميلونج دي غرا ميلونج ماشي بزاف.